نبنكشف الموضوع ونبين الخفي، لا ما في شي ممنوع، متفهم وصار. انت تمثل وانا غني، وش فيها اذا امثل وغني؟ ولي انت تمثل وخلي اغني اغني غني وري العالم فنك وورهم فني. عندي كلام شلته بقلبي، كيفك قوله بس لا تخاف. وري العالم فنك وورهم فني. يا بشار عندي كلام شلته بقلبي، قوله خلصني تكفى يبغى غني. فيني طرب بغني، يلا يبغى غني. اوه يا مال بس وس يبغى بس لا وس. وسع لي صدرك يلا ويانا فرفش، وإن ما عجب كي كلمك العادة طنش. وسع لي صدرك يلا ويانا فرفش، وإن ما عجب كي كلمك العادة طنش. بندور مثل كرة المدورة، بندور بندور ونقول كل شي ترى بالغشمرة. بندور الجو مو طبيعي كئيب يا معود. واهي واهي ذبحنا الواهي حروره. انا صراحه ودي ان مجلس الامه يقول للحكومه عطوا بدل حروره للمواطنين بالصيف يا اخي. والله بعدين تعال يا اخي، ترى ما تلاحظ الديره تصفر؟ ماكو احد، الشوارع تصفر، الادارات الوزارات كلها تصفر، ادارتنا ما في ولا مراجع قلوا. بس واهي نسيت ان موسم سفر وربعنا في مثل هالوقت يقبون. وعلى طار السفر صارت عاده ملزمه، عنده ما عنده لازم يسافر يا معود. لو اسبوع زمان تصدق عاد عندنا بالديره لو يقولون باكر نص يوم اجازه يطقون يسافرون لدبي بحرين يردون. غيره الله يكافيك شرها، غيره كل واحد يقارن من الثاني
والربحانين مكاتب السفر وشركات الطيران، الحين هذه حزة مكدتهم. أقول عزيزي، مالك نية نغير جو لو أسبوع زمان وناخذ حريمنا ويانا، نروح مثلا فونزا ولا؟ خلهم يولون زين قاعدين هني، من صدقك انت جايبنا خالي وعلينا هالقروض وهالديون وهالاقساط، خلهم يولون. جيب خالي واللي يترس لك جيبك. يا اخوي انا مثل ما فهمتك الموضوع، احنا السياره ما نبيها، نبي فلوسها. يعني افهم من كلامك انكم تبون سياره بنظام التكييش. نظام تكييش، نظام تبليط، المهم الفلوس، البيزات. الحبيب ناوي يتزوج؟ انت تاجر سيارات ولا خطابه؟ حلوه خطابه. شكرا. خلي الزواج، اكيد تبي تدش البورصه وتشتري اسهم. اي اسهم؟ اي بورصه؟ احنا نبي نسافر. ها رايحين بانكوك؟ رد عليه. حنا نبي ناخذ لنا جوله حول العالم، فانزا ولا كونجي كونج، اي ديره، المهم نستانس حنا وحريمنا. والمحيط الهادي. والمحيط الهادي. ها دام كذي يبي لكم سياره سعرها غالي عشان بيعها بسعر زين تكفي مصاريف السفره. اي سياره مو مهم، المهم السفر والبيزات. السفر والبيزات وتعرفوني وال اسف. بس كاهو شوف هالإعلان، هذا شكله مكتب سفريات مناسب. لا سمعوا هالإعلان، وناسة للسفريات يعلن عن تنظيم عدد من الرحلات السياحية لبعض البلدان ما وراء البحار وبأقل الأسعار، طيران درجة أولى، سيارات لوموزين بالاستقبال، وشنو؟ وفنادق سفن ستار، كل هذا بمبلغ 400 دينار. والله خوش. I think ما راح نلاقي أرخص من هذا. تبي الصج؟ بعض مكاتب السياحة والسفر يخرعون. ليش؟ أول شيء يحطون لك الشمس بيد والقمر بيد الثانية، وآخر شيء يقطونك على صخر. نسيت؟ نسيت مو ضيوب انت عمتي سووا فيها؟ آخر المتمنة وموها بالحديقة. أنا أعيد كلام الأخت هند. لا 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 لا، أنا أعيد كلام زوجتك، لأن المكتب وناسة من اسمه في وناسة. يا أخي دش أبوي آسف. باروك لسك أي والله آسف. ويا خزية ارفع ارفع ها ارفع، مو مترقع كلش انت يا عمي. خلصني الزقها. هلا حصوص. ايه احنا الحين عند الكاونتر مال الفيرست كلاس. قولي يا عد الاول. ايش تامرين على شيء؟ تبين شيء من هناك؟ احنا خلاص متوكلين على الله ان شاء الله. ايه حبوب الرجيم لا توصين ان شاء الله شويه، خلينا نخف هالشحوم هالحوم. انا اقول سكي التليفون احسن، قومي خلينا نشوف ريايلنا. اخوي ايش رايك تحط الجنطه اللي شايلها مع العفش؟ لا لا هذه فيها اشياء ثمينه اخاف عليها. حسب اسم ما جبت ذهب زوجتك معاك. لا يبا يجيب ذهب زوجتي هني، ايش فيك انت؟ لا لا فيها شغلات غاليه وعزيزه علي واخاف عليها. اخوي اذا فيها شيء غالي تقدر تاخذ الجنطه معاك الطياره. لا تحاتي، انا حريص على حلالي، ما راح اخلي احد ياخذها مني او يبوقها. انا بعرف شغله واحده، انت ليش مشبص فيها؟ خاف فيها ممنوعات؟ فضحتني فضحتني. جيت يبا ها تبي يبرد قلبك. ايه ما فيها ممنوعات. خلينا نشوف شنو فيها. انا اقول بطل. تفضل. شنو هذا؟ مخصم ورهش ودرابيل. شايب شايب جايب عدة الريول كلها معه. شايب لا يبا انا احسن من ومتفشل وحاطهم بكيس. شوف شايب هذا الشغل الزين. يا با هذا طال عمرك. اي ليعنا ما سكروا المطاعم هناك عندنا هذيله. الله يفشلك. الضحكين على ريلي طعي ريلك. هذا لك.
الله علي الله لا يوفقك كسرنا. هذه شورتج، هذا الليموزين اللي عطنا عند المطار، هذا ما طعتوني ما طعتوني، قلت لكم بعض مكاتب السياحه والسفر ما لهم شغله لقطونا على صخر. وهو يبا ايش فيك انتي؟ هذا ارخص مكتب لقيناه على قد فلوسنا. بعدين تعال انت صاير بقذلتك طالع لك قرون. انا واقف عكس الهواء يا معوده يا معوده، خلنا نشوف لنا دبره ويا هالباص هذا. اسمع ماما اسمع بابا، انت لازم يروح ورا باص دزي هذا باص عشان يمشي. انتوا عرب؟ اي عرب. هذا السفره القشره هذا اولين عام ثاني، انا ماني دازه ماني دازه. لا بدي الزين. اي بدي الزين. شنو ايش معنى ازوشي بس الدز؟ بعدين تحملوا تحملوا، ايش فيكم انتم؟ بس انا كاشخ. وانت من قالك انا بدز بعد؟ لا بدزوا غصبا عليكم. اي والله وانت اولين. يلا شوف يلا امشي دز يلا. خبرايكم امشي امشي بطل بابا قلص بابا. انا شعري امشي بابا خلاص يلا بابا في شغل بابا. راسي صار تقول كنا شعله الاميات وسبها الطريق البايخ. روح بابا روح. سلموا كل النقود الذي عندكم. الفلوس يبا احنا ما عندنا فلوس، ما عندنا الا شويه خرده. اسكت يا سالو ولا افرخ خشيتك بالقاع. جميلة حسبي الله عليك فشلتنا، حتى بشرق اسيا معروف. شو اسوي فيك؟ قول لي شو اسوي فيك. زين كذي لا تحرش فيه، هذا شكله اكشر مركز اجرام. اي حزرتي عليك. فانيلتي فانيلتي. اذا ما عندكم فلوس ماذا لديكم؟ ما عندنا الا ترافل تشيك. وماذا بعد؟ الكريدت كارد. إذن أعطيني هاند باك. أعطيه الحقيبة. لا إلا الجنطة، فيها أشياء غالية على قلبي. أكيد فيها شيء مهم ولا كان ما خفت عليها كذي. يا ابن الحلال فكنا، عطها الكبسولة الجنطة وفكنا. هات الجنطة ولا قتلتك. لا الجنطة ما أعطيك إياها، لو أموت ما أعطيك إياها. تراك ذبحتنا، إيش فيها الجنطة؟ إيه عطها. هذا شعرك عطى، قايل لك لا يحمق لا يعصب، عطى. يا لله من شعري ولا من جنطتي. عطى خلاص عطى. يلا عطى ان شاء الله. يلا اعلمك. تمت الحقيبة ثقيلة، لنرى ماذا بها. أكيد بها أشياء ثمينة. فلوس. رعنا صفة سالم يا أيها الزعيم. انطلي معه خلنا نشوف فيها. ها؟ ما هذا؟ لا لا بس يمون. لا بس يا زعيم. خلاص يا زعيم. ما هذا يا زعيم؟ زعيم وين راح الزعيم؟ سفر سفر بالصيف لازم في سفر، شوف البلد تعدادها اصبح صفر. سفر سفر بالصيف لازم في سفر، شوف البلد تعدادها اصبح صفر. حر والله حر بالصيف لازم في سفر، قاعد اقول لك حر بالصيف لازم في سفر. حط والله حر بالصيف لازم في سفر. لا يبا والله حر بالصيف لازم في سفر. نبي نسافر بقينا نبي نسافر، الجواز جاهز نبي نسافر، والجناط جاهزه نبي نسافر. هات التذاكر هات نبي نسافر، بالكاش والأقصار نبي نسافر، بنصرف البيزة نبي نسافر، ونشوف كم بلاد العيش والمعبوج والحلوى والفطار والتوستي والأجبان ويانا درس جنار. العيش والمعبوج والحلوى والفطار والتستي والأجبار ويانا ترس جناب. بنشاوط بكل سوق حالنا حال الناس، ترى السفر ما يعوق نترزز بهالماس. نشاوط بكل سوق حالنا حال الناس، ترى السفر ما يعوق نترزز بهالماس. يبا سفر 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 بالصيف
في سفر شوف البلد شوف البلد تعدادها أصبح صفر 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 لازم نسافر بالصيف لازم في سفر شوف البلد تعدادها أصبح صفر حر والله حار بالصيف لازم في سفر حر والله حار بالصيف لازم في سفر حر والله حار بالصيف لازم في سفر حر والله حر بالصيف لازم في سفر حر والله حر بالصيف لازم في سفر متنا بالصيف لازم في سفر غبار بالصيف لازم في سفر عوض لازم أسافر صراحة أنا موافق كلام الأخت لا 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 روح وناسة مثل وناسة حلو لا يبا لا كلام الأخت هند أحسن يبا من اسمه وناسة يعني رايح بسانة أبوي أوكي عفوا أنا أستاذكم إيش يا أختي أرفع أطلع ها أرفع مو مترقع كلش أنت يا عمي خلص لي ألزقها خنازير غيرة الله يكافيك شرها كل واحد يخار من الثاني والربحانين مكاتب السفر ومكاتب الانت غيرة الله يكافيك شرها كل واحد يقار من الثاني والربحانين شركة الطيران وشركات يلا ومكاتب السفر يلا غيرة الله يكافيك شرها كل واحد يقار من الثاني والربحانين مكاتب السفر وشركات الانتاج لا ماكو يلا يعني افهم من كلامك انك تبي سياره نظام تكيش انك تبي سياره نظام تكيش لا تنغزه خلينا نشتغل والله خلينا نشتغل يعني افهم ليش تهذي يعني افهم من كلامك يا محمد خلينا نشتغل تكفى يعني افهم من كلامك انكم تبون سياره بنظام تكيش ابتسامه 5 4 3 الحبيب ناوي يتزوج ابتسم اكشن الحبيب ناوي يتزوج الناس والحق ما بين نسب